تدخلنا المهورة تلو الأخرى. إذن تواصلنا المهرات الدخول إلى أرضية الميدان، مهرات في عمر السنة
استعدادا لعرض جمعي مبدئي وجولة شرفية أمام لجنة التحكيم في انتظار اكتمال العدد. وينطلق في هذه اللحظات العرض الجماعي للمهرات الجميلات عمر السنة. مساكم غلاكم والمساء في حضوركم خير، مساكم وفا شيمة عز غلو تقدير. إذن هذا الشوط هو رابع الأشواط، المهرات هنا على موعد مع الانتصار إن شاء الله، خمس منهن ستفوزنا اليوم وثلاث ستتأهلن إلى يوم البطولات، رابع أيام بطولة الشقب الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة. So ladies and gentlemen, this class is class 3 section A for Yearling Fillies, 1 year old, the fourth class for the Chagab International Arabian Horse Show in the first day. إذن المهرة التي ستتميز حضورا أداء وحركة سوف يكون من نصيبها التأهل معنا إلى يوم البطولات
يوم تحديد هوية أبطال وبطلات بطولة الشقب الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة. هي لحظات قليلة فقط وتغادرنا المهرات أرضية الميدان على أن نراهن مرة أخرى في عرض فردي، كل مهرة على حدى استعدادا لعملية التقييم ووضع الدرجات من قبل لجنة التحكيم. So this is the presentation of our 20 beautiful fillies for class 3 section A for yearling fillies 1 year old. And now our yearling fillies are exiting the arena, getting ready to make an individual entrance to be judged by our judges. Good luck to you all. نتمنى توفيق للمهرات لملاكهن وكذلك للعارضين. لدينا 20 مهرة في هذا الشوط، من بين 20 5 فقط سيتأهلن معنا. Oh, we are ready for the first filly, filly number 59. إذن بعد الانتهاء من روعة الحركة يقوم العارض هنا أمامنا باستعراض الجمال العربي الأصيل لهذه المهرة، يستعرض القوائم الأمامية والخلفية، تتم عملية التقييم على 5 على الهوية العربية، جمال الرأس والعنق، الجسم، القوائم، بالإضافة إلى جمال الحركة. لدى كل حكم 100 درجة من 1 إلى 20 وأنصاف الأجزاء مسموحة. نتمنى التوفيق للجميع. So ladies and gentlemen, the first horse of this class, class 3 section A for yearling fillies, is a standing position in the show arena. The 5 judging categories are type, head and neck, body, legs and movement.
Thank you, Handler, and Philly number 59. We are ready for the second one. Thank you, Handler, and Philly number 60 next to go. ونبدأ على بركة الله مع درجات أولى المهرات في هذا الشوط. المهرة رقم 59 الجوهرة أبهر ملك مربط أبهر من دولة قطر. ماركس فور فيلي نمبر 59 الجوهرة أبهر أوند باي أبهر ستاد فور قطر فور تايب الهوية العربية 18.5 خمس مرات 19 18 ونصف هدنك رأس بالعنق 18 ونصف 19 مرتان 18 ونصف مرتان 19 و 18 ونصف بادي الجسم مرتان 17 ونصف 18 خمس مرات لجز القوائم 16 15 15 ونصف 15 15 ونصف 15 و 16 موفمنت روعة الحركة 18 ونصف 18 18 ونصف 18 19 18 و 19 مجموع علامات المهرة رقم 59 الجوهرة أبهر ملك مربط أبهر من دولة قطر هو 88.90. Total score for the Philly number 59, Johara,
is 88.90 goes to Al-Johara Abhar, owned by Abhar Stud. For State of Qatar, next, Philly, please. والآن مع علامات المهرة رقم 60 صافية السالم ملك مربط السالم الهوية العربية 18.19.18.19 ثلاث مرات 19.5 الرأس والعنق 18.19.18.5 مرتين 19 مرتين 18.5 الجسم 18.17.18.5 خمس مرات القوائم 15.15.16.15.5 مرتين 15.16 الحركة 19 ثلاث مرات 18.19 18.19 وبلغت علامات المهرة صافية السالم ملك مربط السالم لدولة قطر 90 Total score is 90 for Philly number 60 صافية السالم owned by Salim Stud for State of Qatar. Thank you, Handler and Philly number 62. الآن مع علامات المهرة رقم 61 ضبي الضبي ملك مربط الضبي ماركس فور فيلي نمبر 61 ضبي الضبي اون دبي الضبي ستاد فور قطر فور تايب الهوية العربية 19 من قبل جميع الحكام هدنك رأس العنق 18.5 19 19 19 مرتين 19.5 و19 نكمل باقي العلامات بعد دخول المهرة التالية Thank you, Handler and Philly number 63.
We are ready for the next one. Continue with marks for filly number 61 head and neck 18 ونصف 19 19 ونصف 19 مرتين 19 ونصف 19 بادي الجسم مرتين 18 17 ونصف 18 18 ونصف 18 و 18 ونصف لجز القوائم 16 مرتين 15 أربع مرات 15 ونصف موفمنت روعة الحركة 18 ونصف 18 17 ونصف 18 19 18 19 90 هو مجموع درجات المهرة رقم 61 دبي الدبي ملك مربط الدبي من دولة قطر. Total point for the filly Dhabi Dhabi number 61 owned by Dhabi Stud is 90. Thank you, handler, and filly number 65. Next to go. So horse number 63 has been disqualified from competing due to lameness. إذن تم استبعاد المهرة رقم 63 وذلك لمعاناتها من العرج. ونستكمل مع العلامات الآن مع علامات المهرة رقم 62 نوف للجمال. مرفق مربط الجمال من دولة قطر فور تايب الهوية العربية 19 19 ونصف 19 مرتين 19 ونصف 19 مرتين
هدنك الرأس والعنق 19 19 ونصف أربع مرات مرتين 19 بدي الجسم 18 ثلاث مرات 18 ونصف مرتين 18 و 18 ونصف لجز القوائم 15 ونصف 16 15 ونصف 16 15 14 ونصف و 15 ونصف موفمنت الحركة 19 ونصف 19 18 ونصف 19 مرتين 18 و 19 مجموع درجات المهرة رقم 62 نوف الجميل ملك مربط الجميل من دولة قطر 91 Total points for the filly number 62 نوف الجميل owned by الجميل stud is 91 and she is in the first place until now. Thank you, handler. Thank you, filly number 66. Next, filly piece. والآن دخول المهرة التالية إلى أرضية الميدان. والآن مع علامات المهرة رقم 65 دي ال ام هيفا ملك السيد راشد النابت الهوية العربية 19-4 مرات 19-19 مرتين الرأس والعنق 18-19 مرتين 17-5 نستكمل معاكم عقب دخول المهرة نيكس فيلي بليز ثانك يو هاندلر ثانك يو فيلي We'll be right back.
نستكمل على ما دي ال ام هيفا الهوية العربية 19 ثلاث مرات 19 19 ونص 19 مرتين الرأس والعنق 18 ونص 19 مرتين 18 ونص 19 18 ونص 19 الجسم 18 مرتين 17 ونص مرتين 18 مرتين 18 ونص القوائم 15 15 ونص 5 مرات 16 الحركة 19 18 ونص 18 ثلاث مرتين 19 ثلاث مرات وبلغت علامات المهرة رقم 65 دي ال ام هيفا ملك السيد راشد النابت 89.90 total points for DLM هيفا is 89.90 owned by Mr. راشد النابت from state of Qatar. Philly number 67 has been disqualified from competing due to lameness. تم استبعاد المهرة رقم 67 وذلك لمعاناتها من العرج. Thank you handler, thank you Philly. Are we are ready for the next one? الآن مع علامات المهرة رقم 66 صبيحة ملك مربط الأسريع من دولة قطر فور تايب الهوية العربية 19 ونصف 6 مرات هدنك الرأس والعنق 19 ونصف 19 بادي الجسم 18 ونصف 18 مرتان 18 ونصف لجز القوائم 15 ونصف 4 مرات 15 مرتان 15 ونصف موفمنت الحركة 19 ونصف 19 و 91.8 هو مجموع درجات المهرة رقم 66 صبيحة ملك مربط الأسريع من دولة قطر. Total points for the filly number 66 Sabiha owned by Sreya Istad from state of Qatar is 91.80. الآن الصدارة المؤقتة أصبحت مع صبيحة المهرة رقم 66 ب91.8 لدينا متصدرة جديدة. Next to go.
والآن مع علامات المهرة رقم 286 ميسا الغنية ملك السيد عبد الله أحمد السيد. الهوية العربية 19 3 مرات 18.5 مرتين 19 18.5. الرأس والعنق 18.5 19 مرتين 19 3 مرات 18.5. الجسم 18 مرتين 17.5 18 17.5 18 18.5. القوام 15.5 4 مرات 15 15.5 16. الحركة 18.5 18 18 18 18 18.5. وبلغت علامات المهرة ميس الغنية ملك السيد عبد الله أحمد السيد 89.30. Total score for filly number 286 ميس الغنية owned by Mr. عبد الله أحمد السيد is 89.3. Next filly please. We continue with marks, and now marks for filly number 69 اسمها الجسمية owned by الثمر ستاد. علامات المهرة رقم 69 اسمها الجسمية ملك مربط الثامر من دولة قطر فور تايب. الهوية العربية 19.5 3 مرات 19 مرتين 19.5 مرتين. هدنك 19.5 مرتين 20 19.5 3 مرات و19. بدي الجسم 17.5 18 17.5 18 17.5 18 و18.5. لجز القوائم 15.5 16 15.5 3 مرات 15 و15.5. موفمنت الحركة 19.5 6 مرات و19 91.7. هو مجموع درجات المهرة رقم 69 أسماء الجسمية ملك مربط الثامر من دولة قطر في المركز الثاني المؤقت. Total points for the filly number 69 أسماء الجسمية owned by الثامر ستاد from the state of Qatar is 91.70 and she is in the second place for now. Thank you, handler, and filly number 71. We are ready for the next one.
والآن مع علامات المهرة رقم 70 سكبة ملك السيد علي حسن عبيدلي، الهوية العربية 19 ثلاث مرات 18 ونص، الرأس والعنق 18 19 ثلاث مرات 19 مرتين 18 ونص، الجسم 17 ونص 18 ثلاث مرات 18 ثلاث مرات، القوائم 15 ونص 15 15 ونص 15 مرتين 14 ونص 15، الحركة 18 ونص 18 مرتين 18 ونص، 19 ونص 18 19، وبلغت علامات المهرة رقم 70 سكبة ملك السيد علي حسن العبيدلي من دولة قطر 89.40. Total score for filly number 70 Sakba owned by Ali Hassan Labidli for State of Qatar is 89.4. Thank you, handler and filly number 72. Next to go. الآن مع علامات المهرة رقم 71 جليلة نادرات، لكن نستكمل بعد أن نستقبل المهرة التالية. Thank you handler and filly number 74 and we are ready for the next one. So filly number 74 has been disqualified from competing due to lameness. المهرة رقم 74 تم استبعادها وذلك لمعاناتها من العرج. ونستكمل مع باقي الدرجات. We continue with marks.
Now marks for filly number 71, Jalila Nadirant, owned by Mr. Falah Hassan Falah Al Ajmi for Kuwait. فور تايب اللي هو العربيه 19 19 ونصف مرتين 19 19 ونصف مرتين و19 هيد النيك راس والعنق 19 19 ونصف ست مرات بادي الجسم 18 ست مرات و18 ونصف لجز القوائم 15 ونصف خمس مرات 15 و16 موفمنت الحركه 19 خمس مرات مرتين 19 ونصف 91.3 هو مجموع درجات المهرة رقم 71 جليل النادرات ملك السيد فلاح حسين فلاح العجمي من دولة الكويت. Total score for filly number 71 جليل النادرات owned by Mr. فلاح حسين فلاح العجمي for the state of Kuwait is 91.3 in the third place temporary. Thank you, handler. I'm filly number 75 and next to go. إذن صدارت هذا الشوط الصدارة المؤقتة لا تزال مع المهرة صبيحة المهرة رقم 66 ملك مربط السريع من دولة قطر بمجموع 91.8 ونستكمل مع باقي العلامات الآن مع علامات المهرة رقم 72 إتش سارة ملك مربط الحنزاب فور تايب الهوية العربية 19 ونصف مرتين 19 19 ونصف 19 ثلاث مرات هدنك الرأس والعنق 19 19 ونصف 19 19 ونصف 19 19 ونصف 19 بدي الجسم 18 ونصف مرتين 18 18 ونصف 4 مرات لجز القوائم 15 ونصف 3 مرات 16 15 ونصف 15 و 15 ونصف موفمنت الحركة مرتان 18 ونصف 18 18 ونصف 19 18 ونصف 19 91 هو مجموع درجات المهرة رقم 72 اتش سارة ملك مربط الحنزاب. Total score for filly number 72 اتش سارة owned by الحنزاب stud for the state of Qatar is 91. Thank you, handler, and we are ready for the next one. والآن مع علامات المهرة رقم 75 مل الجاسم ملك مربط الجاسم من دولة قطر الهوية العربية 19.5 مرتين 19 5 مرات الرأس والعنق 19.5 19 مرتين 18.5 19 مرتين
18.5 الجسم 18.5 18.5 17.5 18 مرتين 18.5 مرتين القوائم 16.5 15.5 مرتين 15.5 15 15 الحركة 19.5 مرتين 18.5 19.5 مرتين 19.19 وبلغت علامات المهرة رقم 75 من الجاسم ملك مربط الجاسم من دولة قطر 91.10 Total score is 91.10 for Philly number 75 Mel El Jassim on the Bay El Jassim stud for Qatar. Thank you, handler. I'm feeling number 76. Next to go. والآن مع علامات المهرة رقم 78 نادرة الزايد ملك السيد مرشد ناصر مرشد الخالدي من المملكة العربية السعودية الهوية العربية 18.5 مرتين 18.5 19.19 مرتين الرأس والعنق 18.5 3 مرات 18.5 مرتين 19.18 مرتين الجسم 18.5 17.5 مرتين 18.17 18.5 مرتين القوام 15.5 15.5 14.5 15 15 15.5 الحركة 18.5 18 مرتين 18.5 19 18.5 مرتين وبلغت علامات المهرة رقم 78 من المملكة العربية السعودية ملك السيد مرشد ناصر مرشد الخالدي المهرة نادرة زايد 88.60 Total score is 88.6 for filly number 78, Nadra Zayed, owned by Mr. Murshid Nasser Murshid Al Khaldi for the Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, handler, and filly number 79, and we are ready for the next.
والآن مع علامات المهرة رقم 76 KRC هاجر، ملك السادة عبيد العجمي والسيد عبد الرحمن الشمري من دولة الكويت، الهوية العربية 19 6 مرات 19.5، الرأس العنق 19 19.5 19، 3 مرات 19.5 18.5، الجسم 17.5 18 6 مرات 18.5، الحركة القوام 15.5 15 مرتين 15.5 مرتين 15 16، الحركة 18.5 19.5 مرتين 19 18.5 19.5، وبلغت علامات المهرة رقم 76 KRC هاجر، ملك السيد عبيد العجمي والسيد عبد الرحمن الشمري من دولة الكويت 90.10. Total points for the filly number 56 owned by Mr. عبيد العجمي and عبد الرحمن الشمري is 90.10 goes to KRC هاجر from state of Kuwait. Thank you, handler and filly number 77. We are ready for the next. والآن مع علامات المهرة رقم 79 جهاجيل الشهران، ملك الشرعان، ملك السيد عبد الله سعيد الهاجري من دولة قطر، الهوية العربية 18.5 18.5 مرتين 18.5 19 19 19، الرأس العنق 19 18.5 مرتين 19 18.5 19 18.5، الجسم 17.5 18.5 18.5 مرتين، القوائم 15.5 4 مرات 15 مرتين 16، الحركة 18.5 مرتين 18.5 مرتين 19 3 مرات، وبلغت علامات المهرة ملك السيد عبد الله سعيد الهاجري من دولة الكويت من دولة قطر 89.30. Total points for the filly number 79 جهاجيل الشرعان owned by Mr. عبد الله سعيد الهاجري from state of Qatar 89.30. Thank you, handler. And filly number 80 was the last filly for this class. Class 3, Section A for yearling fillies. Thank you, judges. Thank you, our ringmaster. إذن كانت المهرة 80 هي آخر مهرة معنا في هذا الشوط. شوط المهرات عمر السنة. المتنافسات في الفئة 3000. لحظات قليلة إن شاء الله ونعلن عن الفائزات الخمس والمتأهلات الثلاث معنا إلى يوم البطولات الرابع من بطولة الشكب الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة. Stay with us.
ونواصل مع باقي العلامات الآن مع علامات المهرة رقم 77 أصايل بشير ملك السيد داري أحمد ناصر الطراروة فورتايب الهوية العربية 19 ست مرات وثمانية عشر والنصف هدى الناكر أسوى العنق مرتان 19 18 ونصف مرتان 19 ثلاث مرات بادي الجسم 18 18 ونصف 18 ثلاث مرات 18 ونصف و 18 لجز القوائم 15 15 ونصف ثلاث مرات 15 ثلاث مرات موفمنت الحركة 18 ونصف مرتين 18 مرتين 18 ونصف 18 و 18 ونصف مجموع درجات المهرة رقم 77 أصايل بشير ملك السيد ضاري أحمد ناصر الطراروة من دولة الكويت هو 89.5 Total score for filly number 77 أصايل بشير owned by Mr. ضاري أحمد ناصر الطراروة for state of Kuwait is 89.5 والآن مع درجات المهرة التي غادرت الميدان قبل قليل المهرة رقم 80 خالدية نرمة ملك السيد عبد الله علي أحمد الخنفر الخالدي من المملكة العربية السعودية فور تايب الهوية العربية 19 ست مرات 18 ونصف هدنك الرأس والعنق 19 مرتان 18 ونصف ثلاث مرات 19 و 18 ونصف بادي الجسم 18 من قبل جميع الحكام لجز القوائم 15 ونصف خمس مرات 14 ونصف و 16 موفمنت الحركة مرتان 18 ونصف 18 مرتان 18 ونصف مرتان 18 مجموع الدرجات هو 89.6 لخالدية نرمة المهرة رقم 80 ملك السيد عبد الله علي أحمد الخنفر الخالدي من المملكة العربية السعودية Total score for filly number 80 خالدية نرمة owned by Mr. عبد الله علي أحمد الخنفر الخالدي for the Kingdom of Saudi Arabia is 89.6 The results for winners of class 3 section A for yearling fillies 1-year-old. إذن مع نتائج الفائزات معنا من الفئة الثالثة ألف الخاصة بالمهرات عمر السنة في المركز الأول المهرة رقم 66 صبيحة ملك مربط السريع من دولة قطر In the first place filly number 66 صبيحة في المركز الثاني المهرة رقم 69 أسماء الجسمية
In the second place, في number 69 اسم الجسمية. في المركز الثالث في number 71 جليلة النادرات. In the third place, في number 71 جليلة النادرات. في المركز الرابع in the fourth place, في number 71 مل الجسم. وفي المركز الخامس المهرة رقم 62 نوف الجميل. In the fifth place, Philly number 62, Nouf Lejmel. Congratulations to all the winners and of course for the top three. نبارك الفوز للمهرات الخمس والتأهل لصاحبات المراكز الثلاثة الأولى. ونستقبل المهرات المتأهلات والفائزات استعدادا لمراسم التتويج. كما نطلب من الملاك الأفاضل التكرم إلى أرضية الميدان والانضمام إلى مهرتهم وذلك استعدادا لمراسم التتويج. مشكورين. إذن السادة الحضور وتنطلق مراسم تتويج البطلات في هذا الشوط، شوط المهرات عمر السنة. ونطلب من السيد ناصر علي الكواري مدير إدارة المشتريات والإمداد في الشق بالتكرم وتكريم أخوانا أصحاب هذا الإنجاز. ومع البطلة صاحبة المركز الأول صبيحة ملك مربط الإسريع، ألف مبروك لمربط الإسريع من دولة قطر هذا الإنجاز. وفي المركز الثاني أسمى الجاسمية ملك مربط الثامر من دولة قطر، ألف مبروك. وصاحبة المركز الثالث جليلة النادرات من دولة الكويت ملك السيد فالح حسين العجمي، ألف مبروك. وفي المركز الرابع من دولة قطر مربط الجاسم البطلة مل الجاسم، ألف مبروك. وفي المركز الخامس نوف الجميل ملك مربط الجميل من دولة قطر،
إذن السادة الحضور، نشكر السيد ناصر بن علي الكواري مدير إدارة المشتريات والإمداد في الشق لتكريمه هذا الكلاس.